بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وتوفيقه انطلاقة شوط آخر، الشوط الثالث للبكار. المشتركات صندوق الوثبة، مشكور يا أبو عبيد، مشكور يا المتعافي حمد بن سعيد على التنظيم الرائع، بالفعل واقف بنفسه على هذا التنظيم الجميل الذي يقدم في عاصمة الميادين. المركز الأول الطيارة طارت واستلمت الصدارة، مملوك لعبد الله بن خلفان بن محمد المنصوري. يا سلام عليك يا ابو خلفان على هذا الانطلاق الجميل. النقلة الثانية هنا ايضا مشاهدينا، رقم 40 اخر. خلنا نشوف الرقم، المركز الاول ظني حدث، ظني الرقم 10 على صحة التعبير، يا ريت الارقام تكون واضحة. نعم هنا 10، حمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي، نعم اللي في الصدارة، راي اول انطلاق، راي الشوط الاول الرئيس الكعبي، حمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي، نعم استاهل، استاهل ابو جمعة. النقلة في المركز الثاني، هنا ايضا اللي وصل في المركز الثاني لعبد الله بن خلفان بن محمد المنصوري، ابو خلفان مع الطيارة. والمركز الثالث الظبي لمبارك بن حمدان بن عوض بالكيلة، الله على الثلاثة. نعود للصدارة 500 منشولة، ونشلها الكعبي، نشل الشوط الأول الرئيسي، بنشل هذا الشوط أيضا، متخصص بكار السنة الكعبي نازل بقوة. الله يا الكعبي، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا حمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي، الله. والبالكعب كلهم كلهم شعراء، نبغى قصيدة، نعم أكيد شعر. الله 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 الله، سلامي عليك يا ابو جمعه، سلامي عليك يا ابو جمعه. نبغى لنا بيتين على هذا السير، بالشوط الاول الرئيسي والشوط ايضا البكار، متخصص حمد بن جمعه بن عبد الله الكعبي. سلام يا ابو جمعه للمره الثانيه، سلام يا الكعبي، سلام. صفت وحامت البودره، استاهل استاهل. تهنئه خاصه من الحر. والمركز الثاني وصل الظبي لمبارك بن حمدان بن عوض بالكيله، المركز الثاني. والمركز الثالث التي وصلت شعار بن حمدش منصور بن سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، استاهلون الشباب واستاهل الكعبي. والتوقيت الزمني دقيقتين 15:64، دقيقتين 15:64 على المرة الثانية على التوالي لحمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي.